نكمل كلامنا في المحاضرة دي على الريفاير. تعالوا بسرعة كده نعمل زي بوكس. وهروح لي على W وهاخد بوكس ده كده واطلعه كده سيب. فكرة بس ان انا عايز اقلل شوية اللينكس، يعني حاجة بالمنظر ده كده. هروح بعد كده بس كل اللي هعمله ان هدي سيجمنتس اللينكس. انا مش عايز فيه حاجة اصلا. انا عايز هنا مثلا حاجة كده، وعايز هنا مثلا حاجة كده. يعني لما يبقى اوبجكت كبير ما تبقاش تسيبه فيس واحد. هنروح هنا وناخد ريفاير، واروح ريفاير واقول له اوبن ريفاير فلوتر. وبعد كده هروح للكيوب وهكتب حرف الار واخد الفورنايت. مبدئيا عايز ادي الكالر بتاعي فراجمنت، هلاقيه بالشكل ده. هحط هنا مثلا بتاع 400 أو 500 بحيث يدي باترن شكله ازرق زي ما اتفقنا. انا كده كده بحب ان انا اكبر الدنيا دي شوية عن حجم الكيوب نفسه. بعد كده هروح لفراجمنتس وهقوم رايح قايل له والله انا عايز اكسبلود تو اوبجكتس. وهروح هنا وارجع الكالر، وهنا هسمي دول فراكس. تمام، اصبح عندي هنا فراكس. انا مش هحط في الديناميك، لكن انا هشتغل على السليبنج اوبجكت. هقول له اد، حط كل دول. و تعالوا نشتغل شويه بالفورسز. وليكن انا هاخد حاجه زي الويند، وهعمل ويند زي دي. الويند انا هخليها سفريكال، وهكبر شويه هقول له رينج انديكيتور، واكبر شويه السايز. لحد حالا الدنيا مفيش فيها مشكله خالص. ولو احنا رحنا رايت كليك على بلاي وخلينا دي بتاع 400 فيلم، قايل اوكي، ولا هلاقي اي حاجه. لو جيت عملت بريفيو مفيش، لان مفيش اي حاجه مأثره على دول. طب انا عايز اثر بالويند دي على السليبنج اوبجكتس دول. عشان اثر بالويند بحط الويند في حاجه اسمها سيميوليشن بروبرتيز. هضيف الويند او ما قايل له اد، وعشان الويند اتأثر لازم يعني يكون السنتر بتاعها الى حد ما معدي الاوبجكت بتاعي. انا لو عملت كده وكنت عملت بريفيو هي مش تعمل حاجة. تمام، زي ما احنا شايفين انا قلت مش تعمل حاجة، يعني نزلت البتاع ده زي ما هو كده. انا عايز الحركة تبقى ريل عن كده. عشان الحركة تبقى ريل عن كده، الاول هقول له dead sleeping object اللي هم دول، وريفايف ديد باي جيومتري مش هعلم عليها لانه اوتوماتيك. لو لقى اي فرصة هنا هيشتغل. لو جينا عملنا كده شفتوا كأنك عامل حاجة معدن. الحركة دي كأنك عامل ميتال. لو جينا عملنا ستوب، وجينا بقى مثلا خدنا الويند وكبرناه، ممكن نزود السترينجز بتاعها. بس خلي بالك الويند سنسيتيف لموضوع السترينجز ده، سنسيتيف جدا كمان. طبعا كل ما بقرب السنتر كل ما بيبقى الفورس اكبر. ممكن اعمل لها انيميت عشان اوريكم حركه كويسه قوي. تعالوا ناخد الويند دي هنا كده ونعمل اوتو كي عشان احط كي فريم، واتحرك مثلا لغايه فريم وليكن 80، وهزق الويند
دي من هنا لهنا كده. طبعا هنلاقي الحركة بتاعتنا بالمنظر ده. لو عملنا رايت كليك على ده، علم على ريل تايم. ليه ريل تايم؟ لان زي ما قلت عشان تشوف الحركة بالريل سبيد. في السينز التقيلة بنشيل ريل تايم علشان ماكس ما يعملش سكيب للفريمات، فما يوريش الحركة زي ما انا عايز. لو جينا نعمل بريفيو هو هيعمل 10 فريمات، تمام، بس انا عايز اقول له ان البريفيو بتاعي هتبدا من اول فريم 2. تعال نعمل بيك على طول، حتى انا هقول له اعمل لي لغايه فريم 100 بس، او لحد فريم 90. وتعال نعمل بيك. شايفين اللي حصل؟ تعرفين ده ممكن نستفيد بيه زي ما تكون مثلا دبابة ماشية على طريق، او حاجة ماشية على طريق فبتهرس الطريق تحتها. بالشكل ده كده افكت شكله حلو. ولو احنا قللنا كمان الويند هيبقى شكله أظرف. بس هو متهيألي، خلي بالك لو انت عملت كنسل وانت بتعمل بيكنج بيلغي الكي فريمز اللي اتعملت كده. عمل بيك، نجرب هنلاقيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، تمام، حاجة بالشكل ده. تاني جميلة جدا على فكرة، وممكن نستفيد بيها في حاجات كتير اوي اوي اوي. طيب لو انا عايز اطلع ده زي انيميشن بريفيو او انيماتكس، بحيث ان انا احكم على الحركة، زي ما قلنا هروح الاول في الريندر سيتنجز واظبط الابعاد بتاعتي 960 في 540، شيفت اف اجيب السيف فريمز، كنترول سي عشان اعمل كاميرا، هروح بالزوم و هزوم بالشكل ده كده عشان اشوف الافكت منظره عامل ازاي. روح بعد كده على علامه البلس، كرييت بريفيو، وهتقوم قايل له كرييت بريفيو انيميشن. البرسنت هتقول له 100%، الفريم بير سكند يعني سيبها زي ما هي من 0 لغاية 90. ممكن بقول له طلع لي السيف فريمز، طلع لي فريم نمبر، الكاميرا الكاميرا فيو بورت. هنا انا هقول له خليها لي ستاندرد، تمام، واقول له ايدج فيسز عشان يطلع لي التقسيمات دي. هنا هقول له كاستم فايل تايب. ليه؟ عشان احط ده هسميه مثلا وليكن ويند underscore، ممكن down، وهنا هقوله طلعهولي mov move. هنا في setup طبعا ممكن اقوله save ويطلع لي setup، لكن لو قلتله setup h264 مظبوط، دي الكواليتي تخليها best، والفريم بير سكند 25 او ال 24 وعامل اوكي. طبعا اختار h264 لان فينا حاجات كتير، هقول له اوكي. بعد كده اقوم قايل له سيف، خلاص اقوم قايل له كريت. هنستنى يعمل هو الانيميشن. تبقى خلص للآخر. طبعا بقى لو
هوريكم بقى حاجة دلوقتي ان احنا ممكن نحط بلان ورا دي، ونشوف بقى الافكت اللي هيتم هيبقى شكله عامل ازاي. نخلص بس البريفيو بتاعه، بحب انا اسيب كام فريم في الاخر. طبعا هو هيعمل بلاي حالا. جميل، نكمل. ده كده اللي احنا عملناه. انا ممكن بعد كده اقوم رايح لمانج ديليت. ديليت عمل ايه؟ اعمل سيلكت على دول كده، او هنكون هنسلكت كل ده، كنترول اي الت كليك على الويند، تعالى تحت هنا وامسح كل الكي فريمز دي. كده انت لغيت البيكنج اللي كان معمول من الري فاير. اللي انا عايز اعمله بقى دلوقتي ان انا عايز بدل ديد سليبنج اوبجكت ما هي بالمنظر ده، عايز اقول له ريفايف ديد باي فيلوسيتي. لو انا عملت دي مثلا وليكن ب 10 سم وجيت عملت بريفيو، شوف بقى المره دي الويند هتعمل ايه. اظن واضح، بس انا عايز اعمل كنسل واروح هنا الاول واقول له هوم جريد از جراوند. وفي حاجه كمان عايز اروح للويند واروح هنا وارفع التربولنس، لان ده بيخلي الويند شديده شويه ولا شويه، وبرضو الفريكوانسي، ونعمل بريفيو عشان نشوف فرق الحركه. واضح الفرق. شفتوا بقى التانيات اللي فوق دي؟ الدنيا طبيعية قوي. لما بتفهم كل حاجة من دول بتعمل ايه، الموضوع فعلا بيبقى سهل وسلس. كده الدنيا طبيعية جدا جدا جدا. وهعمل ستوب. لو انا رحت عملت هنا الفريم 80 افتكر كفاية، بلاش 90. طبعا مش هيبان حاجة، فلازم اعمل بيك. نشوف. جميل جميل جدا جدا. تاني. حلو قوي. كالعادة لو عايزين نعمل له بيكنج او عايزين نعمل له انيميشن بريفيو من نفس الطريقة. تعالوا كده نشوف بقى حاجة احلى واحسن كمان. تعالوا ناخد الويند دي وهكبر الايكون بتاعتها كده، عشان زي ما نقول بالبلدي تبلع ده. بس عايزين نغير في الحركة بتاعتها شوية. هشيل ده كده وهحرك حركة عشوائية، يعني مثلا هقول له ده اوتو، وهطلع هنا مثلا واخدها من الناحية دي، وبعدين كده واقوم واخدها الناحية دي، وبعدين كده واقوم واخدها الناحية دي، وبعدين كده واقوم واخدها فوق، وبعدين كده واقوم منزلها تحت بس بزاوية كده. وتفر اعمل اللي انت عايزه. تمام كده مثلا. وبس هوريكم بعمل كده ليه. الايكون دي برضو هكبرها شوية. جميل. هنا ما افتكرش ان انا هحتاجها، بس تعال نخلي السترينجز دي بالسالب، سالب 5 مثلا او سالب 10 مثلا. بصوا كده بقى اللي هيحصل. بريفيو.
ممكن اقول الفيلوسيتي هنا مثلا 20. ستوب كنسل. هبريفيو تاني. طب اللي حصل ان الويند عالية قوي، الويند عالية جدا، فانا خارجي سالب 1. نبص على الافكت ده بقى. مش اللي انا عايزه برضو، انا عايز اظبط السرعة بحيث انها تحوشهم كلهم جواها. وليكن دي سالب 3 مثلا، مش عايز تربلونس. كده احسن. اهي زي ما احنا شايفين، هتفضل واخداهم وماشيه بيهم كده. طبعا السيميوليشن لغايه 80، لكن في حاجه حلوه قوي لو احنا شلنا بس كام واحد دول، هي تمشي كده وبعدين كده. لو احنا جينا من اول 80 ده ورحنا للويند وعملنا كي فريم لغاية هنا، تبقى الويند دي ب2، الشكل ده هتقوم مطلعاهم كلهم. او مش بريفيو بقى، نعمل بيك على طول، نشوف شكل البيكنج. تاني حلو الافكت ده، ظريف جدا، ظريف قوي قوي يعني. يعني حاجة زي ما تكون ايه، دوامة بتلف بتلف بتلف، وبعدين مرة واحدة تقوم فكة فناطرة اللي جواها. بجد الفورسز لو احنا عرفنا نستغلها كويس مع ري فاير، بجد نطلع حاجات تحفة يعني. تخيل زي تورنيدو كده عمال، مش تورنيدو تورنيدو يعني، دي زي دوامة كده عمالة تسحب تسحب اللي حواليه زي ما احنا شايف. بصوا لو لما تيجي عند دول هتقوم سحباهم تاني. يمكن الويند احنا عملنا السرعة بتاعتها كبيرة شوية، بس في مجال ان احنا نصلحها. يعني لو احنا جينا عملنا دي سالب 3، انا لو عايز اعدلها هروح رايت كليك شو ان تراك فيو. التراك فيو بيفتح لي الكي فريمز، بس بيفتح لي الكيرفز بتاعت او الكيرفات بتاعت الكي فريم. طبعا انا لو مش لاقي الكي فريمز هقوم جاي عامل كده، هيعمل لي فريم. ده اول كي فريم، اول كي فريم اللي عند زيرو ده كده كده انا مش عايزه، انا عايز الاولاني. لما بكليك او بحدد كي فريم بيديني الوقت وبيديني القيمه. هنا ده عندي فريم 80 قيمته بالقيمه الفلانيه، وعندي فريم 88 قيمته بالقيمه الفلانيه. انا هنا مش عايز سالب 3، انا هنا عايزها زي ما قلت ولتكن سالب 0.8، قليلة قوي. وهنا تطلع مرة واحدة لاتنين، اتنين سريعة جدا. فلو جينا نبص، او لو جينا عملنا بيكنج تاني،
بس انا عايز الويند دي تبقى ضخمة عشان تسحب تسحب ده. دي نقطة. النقطة التانية، انا عايز السنتر بتاعها هنا كده بحيث السحب يبقى قوي قوي، لان السحب يبقى قوي قوي في سنتر الويند. لو عملنا بيك اهي بدأت تسحبهم وتلمهم في النص. تقريبا مش هي اللي مش بالقوة الكافية. الرقم ده عالي قوي، اللي هو revived by velocity، عايز اعمله 5 كده. اقل حركة هتقوم فكة الفكة ده، فكة دي من مكانها وتسحبها جوه الويند. هنشوف فعلا. هم بدأوا يكونوا زي ما قلنا جوه الويند، بدأت الويند تسحبهم واحدة واحدة. بس افتكر السرعة عايزة تزيد سنة. شو انتراك فيو، لو عدلنا هنا مش هيقراها، فانا عايز هنا اقول له دي سالب 2 مثلا. بريفيو، نشوف كده البلاي باك. هوب، تقوم رميهم في وشنا على طول. تمام. لو خدنا بالنا الدنيا فلات قوي، فلات قوي قوي، انا عايز اديها شكل روكس. تعالوا كده نسلك الفراكس ونخلي بالنا من الموديفاير اللي هنضيفه ده، لان الموديفاير ده ممكن بسهوله جدا يخلي ماكس يعمل كراش، فيستحسن انك انت تعمل سيف قبلها. مش هتكلم في كتير، بس هروح هنا وهقول ار، اجيب ري فاير اسبرايتي، في الغالب هيكراش. تمام. اسبرايتي على فكره باي ديفولت بينزل على الايدجز، على الفيسز اللي جوه، اللي هي اللي بين دي وبعضها، بس انا عايز اخلي ده كله عبارة عن روكس. بدل selected only هقوله لأ، هيشتغل ثواني كده اهو، بدأ يديني دي على هيئة روكس. في عندي حاجة حلوة جدا اللي هي عبارة عن triangulation. الرقم ده كل ما بيقل كل ما الكواليتي بيبقى اعلى، بس خلي بالك خلي بالك ما تقلش قوي ما تقلش قوي. تمام. دي مثلا ممكن اخليها 5، بيعمل تراينجوليت. هنشوف حالا هتبقى كل شكلها عامل ازاي. لو ضغطنا F4 الدنيا هتبان قوي. افتكر لو نزلنا تحت كده ممكن يحصل كراشنج. 4 مش عارف هي تمام. مش هنزل اكتر من كده، مش هنبقى طماعين يعني. في عندي هنا حاجة اسمها ريلاكس، ممكن اقول له ايز ان اوت بحيث يدي سوفتن على الايدجز الخارجية اللي بره. ممكن اقول له نويز لو انت عايز الروكس رف قوي. ممكن اقول له حجم النويز مثلا ليكون 2. مش شايفين بقت عاملة ازاي، بس ده لما بيزيد كده المفروض بقلل دي. اتريشنز ممكن اخليها 12، مش عارف. تمام. روفنس ممكن اخليها 1، هتبقى رف قوي. ما افتكرش ان انا عندي حاجة تانية هتكلم فيها هنا في اسبرايتي. ارجع بقى لورا كده واضغط F4 ونضغط ادي شكل الروكس. لو احنا رحنا عملنا كده هنلاقي شكل السين اختلف تماما. بلاي
حتة كده في وشنا قوي يعني، يعني كده وبعيدة شوية. دي بالمنظر تاني. جميل جميل جدا جدا، ودينا شايفين الدنيا تمام، وبقيت بقى الموضوع اورجانيك قوي، ما بقاش ما بقاش زي الاول، وبقت وكانت فلات، لا الدنيا بقت احسن من الاول بكتير. افتكر درس النهارده كان مليان شويه، مش مليان يعني، هو تجربه تجارب اكتر منه كان حاجه سبيسيفيك قوي، لكن من المحاضره الجايه هنتكلم على ورك شوب تقيله شويه، مثال حي فعلا على الريفاير، وهيكمل معانا على فكره طول مده الكام محاضره اللي جايين. اتمنى تكون المحاضره دي عجبتكم، واشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.